اليوم انتوا اكيد مفكرين هذا الفيديو اللي عم تستنوه، وكمان انا كنت مفكره حالي عم بستناه، ولكن مرق 6 ايام عيد ميلادي راح، ما بعرف شو بصير، جوزي بطل يحكي معي. فهمنا. يوم 24 الشهر عيد ميلاد أصالة كان 20 شهر ثاني قبل 6 ايام، ولكن قلك اللي صار. اللي صار نحن كنا جايين 4 ايام. اللي كان صاير انه نحن اجينا لهون وانا كنت بحضر المفاجاه والله، ولا والله ما نسيت، بس كل يوم بنقول فيها تكون اكبر وبنعملها احلى، بندفشها اكثر. لكل الناس اللي عم يسالوا ايمتى المفاجاه، يا جماعه وعد المفاجاه تبع اصاله هو الفيديو الجاي ان شاء الله اليوم. يا جماعه من اول ما اجيت لهون لليوم هذا قاعد عم بشتغل على، والله هي والله ما شفته 4 ايام من وقت ما اجينا دبي. يا جماعه في فوقنا، فوق شايفين الطابق اللي فوق، اخذين نفس هالشقه هي وبس عم نشتغل على شغلتين، مفاجاه مكتب، عاملين مكتب المفاجاه، كل الفريق فوق عم نشتغل على المفاجاه وعم نشتغل على التور او الجوله اللي حنعملها بالعالم العربي. ما نحكي اي شيء، عملنا فيديو على 360 فيوز. yes. انا عم حاول احزر شو هي المفاجاه. يس يس يس، روحوا حتشوفوه تحت بال شو بيقولوا بالديسكربشن، بالديسكربشن حنحط الرابط، وروحوا شوفوه وقولوا معي اذا انا اقروا وشه، لانه صراحه ما شفته. اصاله صرت تحضر كل شيء ممكن يكون مفاجات وتقعد تقول اوكي هي المفاجاه، هي المفاجاه، وحاول تقرا وجهي اذا فعلا هي المفاجاه ولا لا. انا مو معقول انه قلت له هل هو يمكن تكون برج خليفه ثانيه. سو اذا حابين تشوفوا هذا الفيديو موجود على 360 فيوز، فيكم كمان تربحوا ايفون يا جماعه، الرابط موجود تحت بالديسكربشن. 360 فيوز باخر فتره عم ياخذوا كل الشغلات، يعني كل المقاطع الاكسكلوسيف والفضايح عم تكون موجوده هناك. على العموم اليوم، اوه غير اليوم شو كمان عرفتي شو بدي اقول لهم؟ التور. صح يس، جرب التور وبلشت اتوتر. لازم شغله تعرفوها يا جماعه، انتم لهاللحظه هي انتم اكثر من 140 الف قدموا ليكونوا جزء من هالتور هي، انت بتخيلي هالارقام؟ 140 الف من عيله انا صاله، انتم بتخيلين شو يعني 140 الف؟ عمان، بالقاهره، بجدة، برياض، تركيا، بقطر، بالدوحة، دبي، ما بعرف كيف احكيها، ولكن توتر. ان شاء الله انتم كمان حتكونوا فخورين بالجولة اللي حنعملها عنكم، حنكون حواليكم. اذا لسه ما سجلتوا فيكم سجلوا، لانه حنعمل السحب على الاماكن اللي حتكون موجودة ان شاء الله 5 ايام حتنسحب السحب، وان شاء الله بعدين حيوصلكم ايميلات بكل دولة وين تكونوا موجودين. كثير متحمسين نشوفكم بصراحة، شوي انا متوترة متوترة ومبسوطة، يعني مشاعر عم تضرب. من الاخر اللي حيصير اليوم هو كالتالي، نوا لازم له حلاقة شعر، لانه كثير كثير صار شعره طويل، هلا حفرجيكم اياه هنيك قاعد عم يزقزق وينقنق. والمحل الحلاقه اللي حنروح عليه قدام برج خليفه، شو الهدف؟ انا بدي اروح على برج خليفه امسكوا هيك، بتعرفوا سامزريه دن 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 دن، شو بيقولوا؟ تبع اللايف ياب، وانا بدي اعمل هالتيك توك هاد من اول ما ولد لليوم، فناوي علي القصه. حنروح نقص شعره ونروح نعمل سيمبا سيمبا سيمبا. وطلعوا من هون باري. هلو هاي باري، قاعده ماسكه الكاميرا تبعها، شايفينه قاعده عم تصورنا صور، عم تصورنا شغله. اوه واو، شو رايك بالصور اللي عم تصورها؟ والله صورها خرافيه والله. قديش زبطتني؟ قديش زبطتني الي؟ يعني انت مو ما دخل الكاميرا هاني، عم بشتغل على حاول تصور شيء حلو بس. اوكي لغينا المفاجاه يا جماعه، الموضوع انتهى. امزح معك. طلعوا مين فيهم؟ هاي لوسي. هاي لوسيانا وبيبي نوا. هاي حبيبي، هاي طلعوا كيف صار يرفس، طلعوا كيف صار يصلي اجراباته، ما شاء الله عليك. طلعوا مين فيهم كمان؟ يلا ممكن تعطيهم بوسه بليز؟ بوسه؟ اوكي سو نوا حنروح نحل له شعره، طلع ان شاء الله، طلعوا كيف صار طوله. لا تنسوا زمت الجداد على هاي القناه، لا تنسوا تعملوا سبسكرايب عشان عائلتنا تكبر. هلا صفينا نقول هيا بنا ليتس جو. اوكي سو هلا احنا حاليا بالسياره مع باري وميلا. شو عم بيصير؟ سو هلا احنا رايحين على الطريق للصالون مشان نقصر شعره لنوا. بس لوسيانا وهي انس جاهزه. شو بكيك متوتره؟ حاسه جوعانه. بلش جوع. Are you guys hungry؟ هلا وصلنا. هي نو نص نايم، اضطرينا نطلعه من الكرسي. طلع. اوه ماي جودنس. اوكي يا جماعه سهل، هلا حيصير باي. اوكي سو هلا دخلنا على المحل اللي عنده الحلاق، حنروح على البرج. طلعوا المنظر من هون، استنوا استنوا شوفوا. اوه ماي جاد، طلعوا المنظر. واو ماي جاد، متذكرين؟ متذكرين هاليوم؟ هذا البخور عم يطلع من الزريعه. يا جماعه سو هلا نحن وصلنا على المحل اللي حيحلق فيه شعره، طلعوا المنظر. اوكي مو هون، هون حيحلق شعره جوا، ولكن طلعوا المنظر هون. هون برج خليفه. واو
ماي جاد طلع شو صار طلع شو صار فجأة فجأة صار شو صار عاصفة فجأة اجت طلع كيف ناس عم يهربوا او ماي جاد تعي 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 أصالة أصالة let's go let's go let's go 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 inside go inside او ماي جاد كويكلي 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 اوكي اللي عم يقولوه اللي عم يقولوه انه هلا في عاصفه رمليه فجاه اجت برا بس طلعوا هذا هو المحل احنا كان غايتنا نوصل له لانه على فكره بس بدي اقول شغله كثير كثير حبيت هالصالون وبس بدي اقول شكرا لريم لانه هي زبطتني صارت خليل قديش بتحبها للوج بدون اوه ليك ليك كريم هاي السؤال اللي بيطرح نفسه هلا هذا كيف نام فيه مستر نوا مستر نوا ورانا حلاقه طب هلا كيف حيشوفوا برج خليفة واجا عاصفة؟ هلا الفرح تملى القلب بالحب ارتوى وردي إلا بالدرب واللي بكرة نستنى عيون مشتاقة تلقى طول ما جوانا حب في حضني الدم اوكي هلا هو طويل طلع شعره طويل ليك قد ايه طويل يعني اي ثينك اذا بنعمله نفس طولي صح؟ لك نفس طولي؟ ما عم اقول له يعمله بنفس قصه شعر انس نفس طول شعري ولا لا؟ بس انت حطرتك حلاقه بدنا نعمل له سبايكي انه صايع مثل ابوه صايع ابوه ما عارف يعمل شيء بحياته شو قصدك؟ بتعرفي كم وحده بحاول احكيها كل يوم ما بترد علي؟ احنا سوا بعالم تاني منتر بالفرحة بالعالي يا مسهرنا ليالي بقلوبنا أمان إن شاء الله تتحقق لنا إحنا سوا بعالم تاني منتر بالفرحة بالعالي يا مسهرنا ليالي ما شاء الله راسه طالع لأبوه ما شاء الله طالع راسه لأمه فاضي حنحط هالمقطع لا حنشيله بالضبط اوه ماي وقت تغير شكله بس من هالشكل صار بيشبه ابوه حلو طويل من قدام بدك تخلي الغره؟ لا مو بس شوي نقص طلع راح من انه بيشبه امه ليش بهذا شكله جاستن بيبر طلعوا مين قاعد هلا محل اصاله اخذته محل هاي بيبي طلع كيف صار شعراته عارف طلع اوكي سو هاي نوا صار جاهز طلع صار شو رايك بشعراته جاهز هاني جاهز شوفي هيك جاهز للمفاجأة جاهز هو جاهز هاي بيبي هاي نوا يسلم ايديك والله يعطيك الف 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 عافية ما قصر طلعوا ميمي شو عملت الوحا ضبطوها لميلا ميلا دي لايك هي ميلا دي لايك بينك اور بلو Not blue. Why? Okay, you like pink. Where's mommy? Okay, جماعة خليني أفهمكم شو اللي صار. اللي صار إنه نحنا كان نية إنه نحنا نروح ونصور نوا وأعمل التيك توك تبع السيمبا قدام برج خليفة ولكن اللي صار إجت عاصفة ما بعرف إذا مبين طلعوا المنظر. استنوا شوفوا هذا كلياته شوفوا المنظر أنت بالعافية بتقدر تشوف أي شيء. فاللي حيصير إنه نحنا ما حنعمل هالشيء هاد حننزل الفلوج هلا. والفيديو الجاي ان شاء الله حيكون مفاجأة ولكن استنوا على الانستغرام راح اعمل او على التيك توك راح اعمل المقطع تبع نوا بهاليومين اذا قدرنا الفيديو الجاي ان شاء الله حيكون مفاجأة اصالة خايفة ومتوترة لا توتري شغلات حلوة انت حتحبيها اي بروميس اوكي هلا رايحين نزور اسامة اول مرة حتشوف البيت تبعه الرابط كمان حيكون موجود تحت الديسكربشن متحمسين لكل الشغلات الجاية وبس هلا صار فيني اقول مني ومني ومن ميمي ومن نوا لوسيانا وباري هلا صار فينا نقول تصبحوا على خير باي.